للأمام، تقدم للأمام، كسب مساحة، هات وخد مع تريزيجيه مرة تانية يا عيني على الكلام. وادي كورة، وفي ايه؟ في ايه؟ مش ممكن، مش معقولة، مش ممكن، مش معقولة. كليمو كابو أمر باستمرار اللعب، وادي حسام مش هتعدي من حسام. دي كورة فيها كلام، لكن ثلاث لمسات بثلاث نغمات بثلاث دقات، وعدى إمام السوبر والكاس. لكن دي ما تتسابش يا ناس، هنشوف حكام الفار. في المغربي حمزة الفارق ومواطنته فتيحة الجرمومي، لكن كليمو كابو الحكم الإيفواري أمر باستمرار اللعب لعل يبقى في تدخل من حكام الفار. لكن في فار، في فار، لكن سلامات إمام. صحيح احنا عايزين نكسب وعايزين نسعد الجماهير، لكن أيضا ما كناش نأمل أبدا في إصابة إمام. كليمو كابو شاف اللقطة وبتتعاد مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وهنشوف القرار. ادى ركلة الجزاء، ادى ركلة الجزاء لمصلحة منتخبنا في الدقيقة 28. مصطفى محمد في حوار على بعد 11 متر في لقاء رقم 38، عنده 12 هدف درج، وفي آخر أربع لقاءات مسجل أربع أهداف. مهاجم نانت الفرنسي مصطفى وماكس وكليمو كابو، تركيز من الشاكوش مصطفى محمد في لقاء رقم 38. داخل مصطفى داخل يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال، ويا سلام على الفن والحلاوة والطعامة. مصطفى محمد بيضع الهدف الأول ابن بلدي في استاد مصر، في أول أهداف استاد مصر وكأس عاصمة مصر. واللي يسعد الناس يبقى حبيب كل الناس، مصطفى محمد الشاكوش المصري يهز شباك استاد مصر في بطولة كأس مصر من ثلاث لمسات وثلاث دقات. ودي ما ترجعش يا جدعان، علشان الشاكوش المصري يحرك الشباك ويسجل أول أهداف منتخبنا. ودي ما ترجعش يا جدعان، والأولى بلدي. وأسعد الناس من يسعد الناس، ومصطفى محمد أسعد كل الناس في بطولة كأس عاصمة مصر. وفي الهدف الأول الحارس بيعترض، وحكم اللقاء رايح يتكلم مع مصطفى محمد اللي مركز كل التركيز وكل الأمنيات الطيبة للاعب نانت الفرنسي مصطفى محمد أمام كروكومبي. يلا يا درش، فرح الجماهير اللي موجودة في استاد مصر واللي موجودة خلف شاشة اون تايم سبورتس. يا ولد مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لصالح منتخب مصر، 1-0 في كأس عاصمة مصر في المباراة الافتتاحية على استاد مصر. مصطفى محمد يسجل الهدف الأول بعد ما سجل في أربع ماتشات ورا بعض في البطولة الأفريقية. يسجل مصطفى محمد بالتخصص، يسجل لمنتخبنا بتيشيرت منتخب مصر، يسجل بالتخصص. لاعب اللي سجل 7 اهداف في الدوري الفرنسي من 22 مباراة. وادي لقطة البينالتي الصعبة الحقيقة، يعني لقطة محيرة. تفرح ان البينالتي اتحسب لصالح منتخب مصر، ولكن تزعل لإصابة واحد من النجوم، واحد من المواهب اللي ما يختلفش عليها اتنين الناس اللي بتفهم كورة، ما يختلفوش على ان امام عاشور موهبة كبيرة جدا، موهبة مصرية كبيرة جدا. ان شاء الله الإصابة تكون بسيطة بإذن الله. 1-0 فكرتني الإصابة دي بإصابة أيضا واحد من نجوم النادي الأهلي.